هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا اللهم فيمن توليت وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي يا مولانا ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما رفعنا أكفنا إليك يا علي يا قدير يا رب العرش العظيم ونحن في هذا المقام المبارك مقام شيخنا وقدوتنا سيدي عبد القادر العالمين نسأل الله عظيم رب العرش العظيم ذي الملك العظيم ونحن في هذا المقام المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة المباركة نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين رمز العزة والأمان مولانا محمد السادس اللهم انصره نصرا عزيزا مؤزرا تعز به الدين وترفع به راية المسلمين اللهم اجعل لآلائك من الذاكرين ولأنعمك من الشاكرين احفظه اللهم بما حفظت به الذكر الحكيم احفظه اللهم بسبع المثاني والقرآن العظيم نسألك اللهم ونحن في هذا المقام المبارك أن تبارك في عمره وأن تشافيه وأن تعافيه وأن تحفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين وأن تحفظه يا ذا الجلال والإكرام من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله اجعل يا مولانا ألطافك الخفية تكون معه حاضرة حيثما كان وحيثما حل وارتحل اللهم بارك له في فلذة كبده وقرة عينه مولانا الأمير المحبوب سيدي محمد مولاي الحسن بيت نبات الحسنة وأقر به العين واجعله على ناج جده مولاي الحسن احفظه اللهم بما حفظت به ذكر حكيم وبارك في الأمير الجليل خديجة بيت نبات الحسنة وأقر به العين وشد أزره يا مولانا بأخيه المولى الرشيد وبسائر الأسرة العلوية الشريفة إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جديد كما نسألك اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حنان يا منان أن تبارك في بلدنا هذا اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء ورخاء وجميع بلاد المسلمين احفظه اللهم من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن حسد الحاسدين قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم معافى في بدنه وعنده قوت يومه فقد ملك الدنيا بأكملها فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل علينا الأمن والأمان في هذا البلد الطيب المبارك بلد أهل الله إن اعتز الشرق بالأنبياء والأنبياء فإن المغاربة والمغرب يعتز بالأولياء ومدينة مكناس كل قدم بولي نسأل الله العظيم أن يرفع أن ينفع مولانا أمير المؤمنين بدعوات الخير والبركات والجود والقرب من هذه المدينة الطيبة المباركة وأن يعين من هم تحت إمرة مولانا أمير المؤمنين من خدام العرش الأوفياء لما يحبه ويرضاه وأن يجعلهم تحت ظله وأن أحفظهم في أبنائهم وأن يجعله أن يجعل أقدامهم أقدام خير وبركات وتيسير إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير كما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أختم عندكم نعم سيدي المؤمن كلنا الحقائق وتنسل العلوم آدم معجز خلائق يا كريما أنت رب الكرماء
تطلب العلماء مشكلة أنك تعلم ولا تعلم وأنت عندهم الغلوب. السلام عليكم ورحمة الله. السيد عالم صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه: إذا مات ابن آدم قد عمله إلى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول كذلك: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. انطلاقا من هذه المرجعية الروحية الدينية، أمر صاحب الجلالة نصره الله وكيده الملك محمد السادس أطال الله عمره وخلد في الصالحة ذكره، أن تزوركم هذه اللجنة الملكية، أولا لتبلغكم عطفه ورضاه، وتبلغكم تحيته وسلامه، ومدى عنايته بجميع أموركم في جزئيتها. وكذلك يقول أنه في حاجة ماسة إلى دعائكم، لأن الدعاء هو مخ العبادة. فنرجوكم أن تدعوا لصاحب جلالة نصره الله وإيده في حله وصحابه، وفي أن يحفظه في صحته وفي عافيته، قرير الحمد ولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، وكافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. إذا المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، هي الذكرى 21. لماذا قلت تلك الأيام نداولها بين الناس؟ بالأمس كنا نحتفل بالذكرى الأولى والثانية، واليوم نحتفل بالذكرى 21. فترى كيف يمر الوقت، تمر الأزمان، والتاريخ يسجل علينا حضورنا. إذا الذكرى 21 ستكون يوم الجمعة إن شاء الله من 9 ربيع الثاني 1441، الذي سيطلق الجمعة السادس من جانفي 2019. لقد دأبتم في مثل هذه المناسبة الاحتفال بهذه الذكرى، الاحتفال بهذه الذكرى الدينية المجيدة، ذكرى مجيدة في روحها وفي صلبها، لأنه كما تعلمون صاحب جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وطراه قال في حيث خطبه أنه كان متعلقا بشعبه وبحب شعبه إلى درجة الوطنية. هذا كلام سمعته من فمه إلى أذني، وسمعه العموم، لأنه كان ذلك في الوطن صحفه. فإذا كان هذا الشخص، هذا الملك العظيم باني المغرب الحديث، كان يحب شعبه إلى درجة الوطنية، فما عسانا نحن أن نكافئه به وأن نرده إليه. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا القرآن فكرة ستختصر به كما تعلمون وكما قمت من ذلك مرات ومرات على تلاوة القرآن الكريم وعلى الدعاء، الدعاء لصاحب الفكرة، ثم الدعاء إلى جلالة الملك المغفور الله كذلك محمد الخامس أبو المغاربة أجمعين ومحرر البلاد زعيم الاستقلال، ودعاء لصاحب الجلالة كما قلت بصحته وعافيته، أن يحفظه في شخصه وفي شعبه وفي أسرته، وأن دعاء كذلك إلى بلدنا أن يمتن الله المطر الخير المطر النافع، وأن يديم علينا أمن نعمة الأمن والاستقرار، لأن هذه النعمة لا يعترف بها ولا يحقها إلا من فقدها. فعلينا أن ننظر جوانبنا ونعرف ما معنى الأمن والاستقرار، لأن هذا موضوع ونعمة لا تساويها ولا يحدها حد ولا نعمة أخرى. ندخل الحمد لله ديورنا، نخرج في أمان، ونخرج من كل مآرب ديالنا في أمن وأمان وطمأنينة. وكذلك ندعو أن يحفظ الله بلادنا من الفتن كبيرها وصغيرها، ما ظهر منها وما بطن، وأن نتضامن فيما بيننا ونتوحد في كلمتنا وفي صفوفنا وراء صاحب الجلالة عاهلا المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده. كما هذه اللجنة قامت ستقوم إن شاء الله بتسليم الهبة الملكية التي ستتخصص
فقط واقتصارا فقط على الاحتفال بهذه الذكرى، هذه الشتاء الربيع الشرف العالمي ان شاء الله بوحدها، والاحتفال بهذه الذكرى بوحدها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد.